السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما فكرتش تتصل بحد ولقيته هو اللي بيرن عليك؟ طيب ابسطها لك، حبيت حد قبل كده وجيت تعترف له بكده لقيته قبل ما تتكلم بيوصف نفس الشعور اللي عندك واكتر من اللي انت كنت هتقوله له؟ يا اسمه ايه ده، مفيش مرة من المرات او فترة من الفترات لسانك تكلم بنفس الكلمة اللي كان هينطقها غيرك؟ لو كل ده حصل معاك تعالى نعرف بقى ايه هي الحاجة ديت واسمها ايه. يعني حتى الحاجات العادية اللي بتحصل ديت ليها اسم او كيان؟ ايوه ليها اسم او كيان. طبعا الموضوع ده اتكلم فيه كبار العلماء. طب ايه هو الموضوع ده؟ التخاطر. ايوه زي ما بقولك كده، هو ده اسم الحاجات اللي كانت بتحصل لك من شوية اسمها تخاطر. طيب ممكن اعرف يعني ايه التخاطر بصيغة علمية؟ هقولك، هو المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل انسان لاخر، مش مهم معلومة بعينها، يعني ممكن شعور او حاجة تاني. طيب تتخيل ان اصل مفهوم التخاطر او مصطلح التخاطر يرجع للقرن 19 زي ما بقول لك كده بالظبط. طيب اشمعنى القرن 19؟ ليه مش قبله مثلا؟ لان العلم والعلماء وقتها او المجتمع العلمي نفسه ما كانش مهتم بعلم المخ. علم المخ هو المخ، ما كانش مهتم بعلم المخ. علم المخ هو المخ العلم طبعا، ده علم وعلم عظيم جدا. ومش بس كده، ده كمان في قصص من ايام الصحابة قالوا ان هي حصل فيها تخاطر، وكل ده ممكن يكون كرامات للصحابة. بس العلم عندنا والتطور وضعها في نماذج لموضوع التخاطر. طيب انا ممكن يحصل لي تخاطر ازاي؟ تعال بس نعرف ايه هي انواع التخاطر وسيبك من سؤالك ده. في تخاطر متأخر، ودي حالة الافكار فيها بتاخد وقت طويل شوية على بال ما توصل من شخص لاخر. وفي حاجة تانية اسمها تخاطر تنبؤي والماضي، ودي افكار بتنتقل من شخص لاخر سواء من الماضي او المستقبل لشخص تاني. مش فاهم حاجة برضو. في حاجة حلوة هتعجبك، هي تخاطر العواطف، ودي اللي احنا عايزين نركز عليه. دي بقى اللي بتنقل شعورك واحاسيسك المرهفة للشخص اللي متنيل على عينك وبتحبه، وبتنقل الافكار برضو. وفي حاجة صعبة شوية علينا وهي تخاطر الوعي اللا طبيعي، وده تخاطر بيطلب مننا علم اللاوعي للوصول لحكمة موجودة عند بعض البشر. يا نهار ابيض، زي ما بقول لك كده، يجي واحد يقول هو انا ممكن ادرس علم التخاطر؟ بالرغم ان هو علم غير معتمد في وقتنا ده، الا ان برضه في ناس بتدرسه، وكمان ليه اسمه هو السيكولوجية الغير طبيعية، والباحثين دول اجزموا ان هي ظاهرة علمية صحيحة. معقول محدش انتقد التخاطر؟ ضحكتني، هو في حاجة ملهاش نقد؟ طبعا طلع بعض النقاد ونفوا ظاهرة التخاطر، وقالوا ان الايمان بالظاهرة دي هو اوهام شخصية ليس لها اي اساس من الصحة. طيب ليه؟ قالوا ان التخاطر دي نتيجة مختلفة، يعني كل خاطر مش شبه التاني في الابحاث اللي اتعملت، يعني مفيش حاجة مكررة نقدر نعتمد عليها ونقول ان هي ظاهرة صحيحة. يعني بمعنى اوضح مفيش دليل. يعني ايه برضو؟ مش فاهم. يعني زي ما بقول لك كده، التخاطر ده ما عليهوش دليل، ولكن هو مجرد احساس، وتتكلم وتعبر قبل ما التاني يتكلم، وتعيش التخاطر بينك وبينه، وتعيش نفس الشعور باحساس المشاعر، ودي المشاعر ديت موجوده عند الجميع، يعني كل الناس بتتخاطر. ولكن في اشياء، هو انك انت ممكن تنظر لواحد فتبص تلاقيه في نفس اللحظه اللي بتنظر ليه بينظر لك، فتقول هلا هو حس بيا ان انا بنظره. هنا بقى الحكايه واصلها. ايه هو التخاطر؟ هو فن من الفنون قليل جدا اللي بيعلمها من البشر، وربنا يرزقكم العلم ده. لكم اطيب تحياتي، انا اخوكم يوسف احمد، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.